طب انا عايز اشوف لقطه سنة. نيمار يا جماعه، اللي هي اللي جايه الكره اللي من فوق، بس لحد ما يحضروها المدربين بقى. في رايكم احنا يعني المدربين، مين اهم مدربين عندنا؟ لا، انت عندك مدربين كتير قوي مميزين، لكن عندك مدربين 10 مدربين كمان لعبوا كاس العالم، يعني كانوا كباتن ولعبوا، لويس انريكي وساوث جيت بتاع انجلترا وسكالوني وستيكوفيتش وسونج، يعني كلهم دول، وألي سيسي بتاع السنغال، كل دول كمان لعبوا كاس عالم، وبرهانت. يعني اعتقد حتى المدربين اللي لعبوا كاس عالم كتير منهم موجود، ودي برضو لقطة حلوة قوي ان الناس عاشوا لعبوا الملعب وخرجوا بقى هم المدربين. لكن في مدربين كتير قوي، يعني فان خال كمان من المدربين التقال قوي رغم كبر سنه، لكن 71 سنة ده اكبر مدرب. مدرب الشاطر يقول يعمل ايه مع لاعبته؟ مدرب الشاطر هو يستخدم أوراقه كأحسن ما يكون. يعني مثلا مدرب الأرجنتين سكالوني هو أصغر مدير فني أو أصغر مدرب في كأس العالم، 44 سنة، لكن قادر يوظف. وليد الكراكي كمان، وليد الكراكي طبعا مدرب المغرب، مدرب كبير، لكن هو قادر يستخدم أوراقه. إزاي أنا أخدم الملعب كله على ميسي؟ إزاي أن أنا أقدر في الحالة الدفاعية ما خليش ميسي يرجع فما يفقدش قوته البدنية، ورجع اللعيبة التانية. تيتي طبعا مدرب البرازيل رائع، لأن هو برضو بيستخدم عدد من المواهب، إزاي أقدر أوظفهم مع بعض إن هما يأدوا أحسن مردود. لويس إنريكي بيلعب كرة حلوة قوي، ولما يجي يختار تلاقيه مثلا بوسكيتس وعلى شماله بدري وعلى يمينه، يعني يحاول بقدر مزبط الإمكان ياخد من برشلونة. وفي ناس عندها خبرات زي ديشام، المدرب فرنسا عايش فترة طويلة مع المنتخب الفرنسي بخبرات غير عادية. كل دي ناس موجودة في كاس العالم.